أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صحيح أن أهل القبور يتزاورون في قبورهم في كل جمعة خاصة المؤمنين؟ والله ما ندري، هذه أمور الآخرة، ما نثبت شيء إلا بدليل. اللي يقول أنهم يتزاورون يجيب لنا دليل، يجيب لنا دليل أنهم يتزاورون، ولا الكلام كثير لكن الأدلة وين الأدلة؟ لحد شافهم يتزاورون؟ قال شاهدتهم مجتمعين ويتقهون، ولا فيه دليل من الشارع حتى يقول الدليل كذا، ما عنده دليل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.